الكويتي طبعا بيحاول انه هو يعوض، الباق السعودي بيحاول ايضا انه هو يحافظ على تقدمه، وبالتالي اذا كان في امكانيه ايضا زياده هذا الهدف فايضا هو راح يحاول. خليل الزياني يقول هدوا اللعب. طبعا بالنسبه للاعبي فريق النادي العربي ما راح يهدى اللعب. اشتعل استاد خليل في الاولمبي حماسا من اللعب. تصل أربعة مرة ثانية، جمال محمد والجول بيحطها بالجول. لعملها جمال محمد كان راح يكون المباراة وشأن آخر فعلا، اعتبر أنه هو الأكراني. جمال محمد أيضا مشترك بيحاول يحصلها. حكم المباراة بالما في شيء. صفر سيداتي آنساتي سادتي، حكم المباراة معلن توج فريق نادي الاتفاق السعودي بحصوله لأول مرة على كأس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المسابقة الثانية لكأس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صالح خليفة